السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر نفسي وإياكم بصيام يوم التاسع والعاشر، يعني يوم التاسع ويوم عاشوراء. طبعا المنظر ده منظر طبيعي رباني، ما في أي في تشوب فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على البحر، وهذا هذه الطيور ترونها أمام أعينكم، ف يعني أشعر بسعادة وأنا أرى هذا أمام عيني، فأشارككم هذه السعادة. صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل صمنا التاسع والعاشر. فيوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى عليه السلام من اليهود. فكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله نصوم يوم الخميس القادم ويوم الجمعة، وما ننساش نشارك الفيديو عند حبايبنا وقرايبنا، والمنظر الطبيعي الرباني الجميل ده. وكل عام وأنتم بخير، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.